بما اني خلاص بقى في العد التنازلي، فقررت اجهز شوية حاجات كده في الفريزر تسهل عليا الفترة الجاية. وبالنسبة لي مكعب اللحمة المفرومة ده اختراع، هقولكوا عملته ازاي وجبت القوالب دي منين. ومبدئيا كده دي اكتر طريقة بحب اعصج بيها اللحمة المفرومة. بنزل الاول ببصل مفروم وعليه رشة سكر كده، واسيب البصل يتكرمل مع السكر شوية، وبعد كده احط معلقة ثوم مفروم ومعلقتين صلصة. وبعد ما اقلب البصل مع الصلصة اجيب بقى كده البصل على جنب وانزل باللحمة المفرومة، ولما تغير لونها كده هنزل فلفل الوان وجزر، ودول بقى هيخلوا اللحمه المفرومه كده طعمها مسكر وهيزودوا من كميتها. واخر حاجه بقى بحط التوابل اللي كاتباها لكم دي. جبت بقى القوالب دي علشان اخزن فيها كل حاجه من بيج اسمها سوبس كيوبس. ميزه بقى القوالب دي انها سيليكون، بتدخل الفريزر، الفرن، الميكرويف، غساله الاطباق، وبتكون متقسمه كده من جوه 250 جرام، يعني القالب كله بيشيل حوالي كيلو من الحاجه اللي انتوا عايزين تخزنوها. ممكن بقى تخزنوا اي حاجه انتوا عايزينها، لحمه مفرومه، صلصه، عصاير، كمان ممكن نعمل فيها كيك وندخلها الفرن، وليها غطا كده محكم الغلق وما بتاخدش مكان خالص في الفريزر. واي وقت بقى محتاجه مثلا اللحمه المفرومه بطلع قالب واحد على قد الاكله وارجع اشيل الباقي. بصراحه اختراع خطير وهيسهل عليا قوي وقفه المطبخ بعد كده.